نتاعو اللي هو في حدود 700 فريد، لانه ينجم يرتفع كما قلنا الى اكثر من هذا العدد بكثير بتعاون وبالتدارك معناها مع ربما تدعيمهم من خلال الاعوان الاداريين والموجودين في الاداره في الوزاره، وكذلك بالتفاعل مع بقيه الهياكل المراقبه من ترتيب ترتيب بلديه ومن صحه وبياطره وديوانه وامن وغيرها من الاجهزه المتدخله في هذا المجال. اذا بالنسبه للنشاط الرقابي خلال الخمسه اشهر الاولى بالحقيقه كان معناها اذا نسمحوا الراحه باش نقولوا اللي هو كان دسم، وكان معناها تقريبا تم في ظروف عاديه، وذلك بالتنسيق معناها مع الخيان الادارات الجهويه والاجهزه الرقابيه في كل الادارات الجهويه، وتم من خلاله معناها قيام ب معناها حوالي 370 الف زياره ميدانيه اسفرت على رفع تقريبا 16400 مخالفه اقتصاديه متعلقه بكل المخالفات الاقتصاديه اللي معروفه وخاصه على مستوى مسالك التوزيع بالتفصيل. ونشوفوا عدد المخالفات معناها اللي تطور من سنه 2010 اللي كان في 46295 الى اخر سنه 2014 كان في حدود 39000، وفي بالنسبه للخمسه اشهر الاولى كان في حدود 39307 مخالفات. هذا في الحقيقه هو مش الهدف نتاعنا، خاطر احنا نهدو الى صفر مخالفه، يعني من حق صفر مخالفه نقتنعوا، لانه معناها التجار والصناعيين والمتدخلين الاقتصاديين قاعدين يحترموا في التراتيب والاجراءات القانونيه، وما تمش تجاوزات وما تمش مخالفات، وبذلك نضمنوا على السوق ونضمنوا على المستهلكين، ويكون معناها العمل والسوق يخدم تبقى للضوء الاقتصادي نتاعه هو تبقى لقاعده العرض والطلب. باعتبار كون الموسم هذا يتزامن معناتها مع ارتفاع درجات الحراره، هذاك علاش ناكدوا على جوده و تحبوا تسمعوا ولا لا؟ هذاك علاش ناكدوا على جوده وسلامه المنتوجات المعروضه للبيع. كذلك يتم معناتها مراقبة نقل المواد الغذائية عبر الطرقات ضمنها في رف مشتركة، هذه تكون على معناتها بمختلف الجهات. يتم زاد التركيز خلال شهر رمضان وموسم الصيف على مراقبة خزن وحفظ المواد الغذائية، هذه معناتها مراقبة درجات الحرارة والتأكد من توفر الحد الأدنى من التراتيب المعمول بها. عندنا برنامج خاص بشهر رمضان، علما كونه قبل شهر رمضان تنطلق إدارة الجودة وحماية المستهلك وكذلك الإدارة الجهوية في مراقبة على مستوى الإنتاج لبعض المواد على قدر المسوقة والعجين الغذائي اللي نعرفوا اللي معناتها يتزايد استهلاكهم خلال شهر رمضان. في شهر رمضان يتم التركيز على مادة الحليب ومشتقاته، خاصة الحليب الطازج. يتم التركيز على الفواكه الجافة ومادة الذرة، المصبرات وشبه المصبرات المعروفة بالمالح. يتم التركيز على مراقبة المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصير، هذا في النصف الأول من شهر رمضان. بالنسبة للنصف الثاني من شهر رمضان يتم التركيز على بعض القطاعات اللي المرتبات بالطبيعة التقليدية وغيرها والملابس الجاهزة ولعاب الأطفال. بالنسبة للمراقبة الإحصائية تمتد على كامل شهر رمضان، فما مراقبة المخابز زادة يستهدف القطاع هذايا مراقبة شاملة من شهر رمضان كامل لمراقبة وزن الخبز والجوانب الصحية، علما كونه في شهر رمضان تكون المراقبة مشتركة مع مصالح وزارة الصحة وبالذات مصالح إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط. بالنسبة للمواد اللي يقع استهدافها زاد خلال شهر رمضان وموسم الصيف هي كما تعرفوا الألعاب النارية اللي خرج إصدار إعلان مشترك بين وزير التجارة والداخلية والمالية في شهر ديسمبر 2013 يمنع
صنع وتوريد وترويج الالعاب الناريه لما هي من معناتها خطوره على مستعمليها، وخاصه نعرفوا كونه الالعاب هذه يتم استعمالها من طرف الاطفال.